مسائلي عن مذهبي وعقيدتي. رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لما ذهب ومودة القربى بها توسل. ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما صديق منهما فضل. وأقر بالقرآن ما جاءت به آيته فهو القديم المنزل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وارد قبتها إلى نقالها وصنها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ الكتاب وراه وإذا استدل يقول قال الأخطل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. حصرياً على إنشادكم.